بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مجددا في موضوعنا، موضوع Geometrical Optics، ونستمر في هذا الموضوع. مهدنا في المحاضرة الماضية إلى أننا سنقوم بالبدء دراسة تشابتر جديد متعلق بتطبيقات على Geometrical Optics، وهو الـ Optical Instrumentations أو الأجهزة البصرية. والأجهزة البصرية هي أجهزة تقوم وتعمل على أساس قوانين الانعكاس والانكسار في تشكل الصور، عندما تقوم العناصر البصرية بالتحكم بمسارات الأشعة القادمة من الأجسام. فمنها ما هو طبيعي مثل العين البشرية أو أي عين لأي كائن حي، أو الأجهزة البصرية التي تم صناعتها من قبل الإنسان مثل المكبرات البسيطة، الميكروسكوب، التلسكوب، وأي أجهزة، كاميرا، أي أجهزة أخرى تقوم على هذا الأساس. أول جهاز بصري سنقوم بدراسته هو Simple Magnifiers and Eyepieces، أو المكبرات البسيطة أو العدسات العينية. طبعا لما نحكي مكبر بسيط نقصد بهذه الأداة اللي كلكم تعرفوها واستخدمتوها. فلاحظوا الشيء المراد تكبيره، يتم وضع الماجنيفاير بين العين التي تشاهد هذا الشيء وما بين هذا الجسم. فمثلا مراد هنا تكبير حرف إي من كلمة هيلو. فلاحظوا التكبير مقارنة بالأحرف الأخرى واضح، و يعني يمكن الواحد بالعين المجردة يقدر أنه عندنا التكبير تقريبا بمرتين. فهدفنا في هذا المحاضرة، في هذه البرزنتيشن، أن نعرف كيف بنحسب التكبير وما هو الأساس في عمل هذه الأداة البسيطة. الآن عادة السيمبل ماجنيفاير ممكن يكون عبارة عن سينجل لينز، ممكن يكون دوبلت، تريبلت، يعني ممكن يكون عبارة عن أكثر من عدسة، ولكن الهدف هو الحصول على صورة واضحة للجسم المراد تكبيره. فالآن العين البشرية، هذه العين البشرية ترى الأجسام بوضوح، العين البشرية الطبيعية اللي ما فيها عيوب. المقصود اللي ما فيها عيوب يعني اللي ما فيها أمراض تؤثر على وضوح الرؤية، مثل قصر النظر، طول النظر، الزيغ، وغيره من الأمراض المتعلقة بعدسة العين أو بأجزاء العين الأخرى. فبالنسبة للعين الطبيعية في هناك نقطة قريبة تراها بوضوح بسموها النير بوينت. فالنير بوينت بالنسبة للعين الطبيعية هي على 25 سنتيمتر، يعني لما أضع جسم على بعد 25 سنتيمتر عن العين فأراه بوضوح، أرى هذا الجسم بوضوح. هذه النقطة بسموها near point distance for normal human eye. الآن إذا وضعت عدسة، هذه العدسة اللي هي عدسة هذا الماجنيفاير، وأريد أن أكبر هذا الجسم بحيث يظهر بشكل أوضح، فأنا بقرب الجسم باتجاهي
وبقرب عيني والعدسة باتجاه الجسم. المهم هذا الجسم سيكون الآن موضعه هنا على المسافة S. عادة هذا الماجنيفايرز بتكون عدسات محدبة بعدها البؤري كبير نسبيا، وبالتالي لما أنا أضع الجسم بقرب العدسة، يعني أنا أضعه قبل البؤرة، يعني في عندي البؤرة وفي عندي مركز التكور، لما يكون هذه العدسة بعدها البؤري كبير، يعني البؤرة بتكون مثلا هنا، مركز التكور بده يكون هنا، فأنا أضع هذا الجسم قبل البؤرة بالنسبة للعدسة. فبتتذكروا هذه الحالة، بتتشكل لهذا الجسم صورة خيالية مكبرة معتدلة. طبيعة الحال لما تسقط أشعة من هذا الجسم، الأشعة المنكسرة تؤول إلى عدم التلاقي، امتداداتها تلتقي بنفس الجهة الموجود في الجسم، هذا الجسم بجهة اليسار بالنسبة للعدسة، فالصورة تتشكل هنا، الصورة تتشكل هنا. فواضح أنه حسب ما هو متوقع، عندما يتم وضع الجسم بين البؤرة وبين العدسة تتشكل له صورة فيرتشوال خيالية ماجنيفايد مكبرة وأبرايت أو إريكت معتدلة. فالآن بدنا نقيم التكبير، بدنا نقيم التكبير. لاحظوا المثلث هذا زاويته ألفا نوت، ألفا نوت، والمثلث هذا زاويته ألفا إم. مرة ثانية، هذا المثلث زاويته ألفا نوت، وهذا المثلث زاويته ألفا إم. الآن لما بدي أنا أقدر التكبير الحاصل، يعني بدي أقارن الصورة المتشكلة هنا قياسها مقارنة بالجسم الأصلي، طول الجسم الأصلي اللي هو H أو H هنا، يعني من خلال هذه 25 سنتيمتر أو من خلال الS، لا لاحقا تتوضح الصورة أكثر. فإذا أنا بدي أقيم هذا التكبير، فببساطة بقدر أقسم الزاوية ألفا إم على ألفا نوت، الزاوية ألفا إم على ألفا نوت، وهون بسموه الأنجولر ماجنيفيكيشن، الأنجولر ماجنيفيكيشن اللي ممكن منه ندل على الليترال ماجنيفيكيشن أو التكبير الطولي. إذا ألفا إم لتقييم التكبير هنا نستخدم الزاوية ألفا إم وألفا نوت بقسمة ألفا إم على ألفا نوت من الشكل الهندسي اللي حللناه في هذا السلايد. إذا the angular magnification of the simple magnifier هو ألفا إم على ألفا نوت. طيب نرجع ونستخدم التقريب، نرجع ونستخدم التقريب، لأنه في الجيومتريكال أوبتكس نتعامل مع ما يسمى بالباراكسيال أبروكسيميشن، أشعة التقريب الذي يستند على الأشعة المحورية، وبالتالي ممكن عوضا عن ألفا إم نأخذ ظلها، وعوضا عن ألفا نوت نحسب ظلها. فمنشوف ظل الألفا إم هو H over S، هيو ظل ألفا إم، هي ألفا إم المقابل هو هذا الطول، ولكن لاحظوا هذا المثلث، هذا الوتر يأتي ويتقاطع مع رأس الجسم نفسه عند هذا المثلث، يعني هذا المثلث زاويته هي نفس زاوية هذا المثلث اللي هي ألفا إم، وبالتالي إحنا هاي المسافة مش موجودة عندنا حتى نقرب للظل، فكونها نفس الزاوية لمثلث آخر والمثلث الآخر موجودة معطياته، إذا ألفا إم نأخذ ظلها H over S،
الفا ام نقربها لظلها وتساوي h over s while الفا نوت معطيات هذا المثلث هي المقابل h over 25 سنتيمتر اللي هو near point distance for normal human eye h over 25. ف h مع h تختصر المقام يصبح بسط وهنا المقام ينزل تحت فبتصير 25 على s. ايش هو هذا؟ هذا الانجولار ماجنيفيكيشن. الان في عندنا حالتين، في عندنا حالتين في السمبل ماجنيفاير. الحاله الاولى الان هذه الصوره ممكن انها تتشكل وتكون بعيده مقارنة بالقياسات اللي موجودة هنا. شو هي القياسات؟ S وال25 والبعد البؤري ومركز التكور، فهي تكون بعيدة جدا مقارنة بهذه القياسات، وهون بنسميها انه الصورة تشكلت في الانفينيتي في اللانهاية. فهذه الحالة if the image is viewed at infinity، اذا تم مشاهدة الصورة في اللانهاية، وفي اللانهاية مش يعني في اللانهاية تماما، وإنما في عند مسافة بعيدة جدا مقارنة بالقياسات المتوفرة عندي مثل S ومثل 25 سنتيمتر ومثل F ومثل السنتر أوف كيرفيتشر أو مركز التكور ونصف قطر التكور. فلما تكون لما يكون الجسم لما تكون الصورة عفوا على الانفينيتي معناها ان اس برايم تساوي انفينيتي. نرجع لها معادلة العدسة الرقيقة 1 over s plus 1 over s برايم تساوي 1 على f، s برايم انفينيتي 1 على انفينيتي صفر، فبتصير 1 على s تساوي 1 على f، يعني بمعنى s تساوي f. فعوضا ما اعوض s هنا في الانجولار ماجنيفيكيشن بعوض مين؟ بعوض البعد البؤري لمين؟ للماجنيفاير. فبصير الماجنيفيكيشن تساوي 25 على f في حالة انه الايمج ات انفينيتي. طيب شو عرفني انها ات انفينيتي؟ بالسؤال بكون معطي، السؤال بكون معطي انه سمبل ماجنيفاير بمعطيات كذا كذا كذا، جد الماجنيفيكيشن if the image is viewed at infinity، اذا كانت الصورة يتم مشاهدتها في المالا نهاية. طيب الان هون في ملاحظة، ال 25 هاي ايش الرقم؟ نرجع نشوفه. هاي near point distance for normal human eye. طيب إلها وحدة؟ نعم. قديش؟ سنتيمتر. لذلك لما بدي أعوض القانون هذا F لازم F تكون بالسنتيمتر، مش مثل ما بيعطيها السؤال. يعني إذا أعطاك السؤال إنه البعد البؤري للماجنيفاير 2 بالعشرة متر والصورة تم مشاهدتها في اللانهاية، قديش الماجنيفيكيشن؟ ما بقسم 25 على 2 بالعشرة، لا، الاف باخذها بالسنتيمتر لانه البسط مقدر بالسنتيمتر. ففي القانون الواحد لازم يكون وحدات القياس موحدة، وبالتالي لاحظوا الملاحظة هاي مهمة على قدر كبير من الأهمية للحصول على إجابات دقيقة تخص الماجنيفيكيشن. ف 25 over f where f should be measured in centimeters. أو should be given in centimeters. الـ other case أو الحالة الأخرى، الحالة الأخرى لما نحكي الحالة الأخرى شو يعني؟ يعني في حالة قبلها، الحالة اللي قبلها هي عندما يتم مشاهدة الجسم في الإنفينيتي. فالآن بدنا نشوف هل في خيار آخر لمشاهدة الجسم بالنسبة للماجنيفاير؟ نعم. إذن at other extreme بالنسبة للحالة الأخرى if the virtual image is viewed at the near point of the eye، يعني إذا تم مشاهدة الصورة تماما عند near point، يعني أنا بتحكم في وضع العدسة بحيث أنه تكون الصورة تقديرا على بعد 25 سنتيمتر. هنا الصورة، هاي الصورة بدها تكون هون عند near point. طيب شو اللي ممكن يصير في الحسابات؟ شو اللي ممكن يتغير في الحسابات في هذه الحالة؟ فلما تكون الصورة عند النير بوينت يعني S برايم تساوي ماينس 25 سنتيمتر. شو يعني ماينس؟ ليش ماينس؟
لأنه الصورة virtual وتشكلت في نفس الجهة الموضوع فيها الجسم على يسار العدسة. وإحنا اتفقنا في الساين كونفنشن في اصطلاح الإشارات في هذه الحالة نعطي إشارة السالب لا S برايم. ف S برايم تساوي minus 25 سنتيمتر. والآن من اللينس إكويشن اللي هاي نستنتج هذه الحالة كيف؟ بنعوض بدل S برايم سالب 25 فبتصير 1 over S زائد 1 على ناقص 25 تساوي 1 على F. الناقص 1 على 25 ننقله للجهة الثانية فبتصير 1 على S، وحدنا المقامات طبعا تساوي F زائد 25 على 25 F، فS نفسها S نفسها تساوي 25 F على F زائد 25. الآن وين بروح؟ بعوض محل S، بعوض محل S في الـ Angular Magnification هذه العلاقة فبنت اللي هي هاي S بعوضها فبحصل على الماجنيفيكيشن بهذه الصورة. فشو فرقت؟ شو فرقت؟ كانت عندنا الماجنيفيكيشن تساوي 25 على F إذا كانت الإيمج at infinity، أصبحت M تساوي 25 على F زائد 1 إذا كانت الإيمج عند النورمال نير بوينت بالنسبة للهيومن آي. طيب هل فرقت كثير هاي؟ الإجابة في الملاحظة هون. الآن for small focal lengths يعني للبعد البؤري الصغير بتفرق، الواحد هذا بيفرق البعد البؤري الصغير، هذا الكسر بكون قيمته كبيرة. أوكي عفوا، لما يكون البعد البؤري صغير هذا الكسر بكون قيمته كبيرة، وبالتالي الواحد هون ما بيأثر، الواحد هون ما بيأثر، لذلك don't differ greatly، وبالتالي ممكن أعمل approximation إذا كان البعد البؤري صغير. لكن الحال العكس إنه إضافة الواحد هون بتأثر إذا كان البعد البؤري كبير نسبيا. وعموما في جميع الأحوال إحنا أسئلتنا معروف شو نوعها، وبالتالي ببين من صيغة السؤال شو المطلوب، ومن الخيارات المتاحة ما هو الخيار الصحيح الأنسب. إذا هذه الحالة M تساوي 25 على F زائد 1 لما يشير السؤال إنه الـ image is formed at the normal near point for human eye، بينما إذا كانت الصورة is viewed يتم مشاهدتها at infinity نستخدم الماجنيفيكيشن simply 25 over M. الآن أحيانا شو اللي بيصير في هذا النوع من العدسات أو الماجنيفايرز؟ من المعروف في الأوبتكس بشكل عام إنه معامل الانكسار يعتمد على الطول الموجي، يعني كل طول موجي له معامل انكسار، ولما معامل الانكسار يتغير قانون سنيل بيتغير، لأنه قانون سنيل مرتبط بمعامل الانكسار. شو يعني؟ يعني كل طول موجي، كل شعاع ضوئي جاي من طول موجي معين بده ينكسر بطريقته الخاصة لأنه له إن خاص فيه، وبالتالي بصير في عنا حالة من الزيغ البصري الابيريشن. Aberration لاحظوا هون أطوال موجية مختلفة تنكسر بطريقة مختلفة لأنه معاملات انكسارها بطريقة مختلفة، وبالتالي ما بتتجمع عن نقطة واحدة لما تنكسر بطريقة مختلفة، وبالتالي بدل ما أنا أشوف نقطة واضحة بشوف زي صورة فيها زيغ بصري، يعني بصير أزغول عيوني حتى أشوف إنه الصورة ليش هيك طالعة. فبتكون الصورة سببها هذا بسموه الاوبتيكال ابيريشن او الزيغ البصري. هل هذا ممكن يتخفف؟ نعم، المعالجه لاي خلل بصري بتكون بطريقه بصريه. كيف؟ من خلال تعديلات محتمله وممكنه، وهذه التعديلات باضافات
عناصر بصرية أخرى. فهون بحكي لنا in general when magnifiers are used to aid the eye in viewing images formed by pure components of an optical system they are called oculars and eyepieces. فلما يكون في عندنا العدسات هذه في تستخدم لعناصر بعناصر لأنظمة بصرية، فالعنصر أو العدسة اللي بتكون قريبة من العين بسموها العدسة العينية، وهذه تسمية أخرى إلى العدسة العينية أكيولارز. الآن في هذه العدسات العينية بكون في هناك مطلب إنه الإيمجز تكون كواليفايد أو الكواليتي تبعتها عالية، يعني نوعية الصور تكون عالية. طيب في صور نوعيتها عالية وفي صور نوعيتها مش ولا بد، شو السبب؟ السبب هو الابيريشن، وبالتالي بكون في مطلب لتحسين الكواليتي، to improve the quality of the images. المطلب هو to reduce aberrations، يعني يتم تخفيف أو التقليل من الزيغ البصري. والتقليل من الزيغ البصري يتطلب وجود مثلا عدسة ثانية، two lenses are most often used. في هذه الحالة غالبا ما يتم استخدام عدستان، عدسة ببعد بؤري F1 مثلا وعدسة ببعد بؤري F2 بينهما مسافة، يعني عوضا عن استخدام عدسة واحدة هنا يتم استخدام عدستان وبعدين في بيجي الجسم، فهيك بكون الصورة بتكون واضحة أكثر نتيجة الريدكشن الحاصل في الابريشنز، نتيجة تقليل الزيغ البصري المحتمل. طيب هل العدستين اللي بيتم وضعهم على مسافة، أي مسافة بتزبط؟ أنتم بتقدروا تجربوها، واحتمال في كثير منكم جربوها، إنه أنا مثلا بدي أشوف شغلة تفاصيل بقشرة البصل أو تفاصيل بنقطة موجودة على الأثاث مش واضحة أو كتابة مش واضحة مكتوبة بخط صغير، فاستخدم عدسة أولى ما بتكون الصورة على القدر المطلوب، بستخدم عدسة ثانية وبصير أتحكم في مين، بصير أتحكم في المسافة بينهم، فبلاحظ أنه في optimal distance، بلاحظ أنه في مسافة فضلة مثلى تعطيني أفضل صورة. ماشي، فهاي بدنا نحسب الآن، بدنا نقيم هذه المسافة، المسافة المثلى لتشكيل صورة واضحة في السمبل ماجنيفاير. هلا ان جنرال لما يكون في عندنا اكثر من عنصر بصري، اكثر من عدسه، اكثر من عدسه، فبكون في بعد بؤري مكافئ. مقلوب البعد البؤري المكافئ في هذا النظام هو 1 على اف 1 زائد 1 على اف 2 ناقص ال على اف 1 اف 2. هذه العلاقه تعطينا البعد البؤري المكافئ، ومش مطلوب الا في الوقت الحاضر انه يعني نقوم ونشتق هذه العلاقه. طيب اذا رجعنا لمعادله صانعي العدسات اللي اخذناها يمكن قبل محاضرتين، فالبعد البؤري للعدسه الاولى، لاحظوا هون في هذه العلاقه في عندنا البعد البؤري للعدسه الاولى وفي عندنا البعد البؤري للعدسه الثانيه. فالبعد البؤري للعدسه الاولى من معادله صانعي العدسات n minus 1 1 على r11 ناقص 1 على r12. طبعا ليش r11؟ هاي مش r11، يعني r1 للعدسه الاولى و r2 للعدسه الاولى. طبعا احنا بدنا نفترض ان العدستين مصنوعات من نفس الماده، فمقلوب البعد البؤري للعدسه الثانيه من معادله صانع العدسات برضو n ناقص 1 مصنوعة من نفس المادة، 1 على r1 للعدسة الثانية ناقص 1 على r2 للعدسة الثانية. الآن هذا القوس بدي أسميه k1 أنا، وهذا القوس بدي أسميه k2، وبالتالي برجع للمعادلة هذه، برجع لهذه المعادلة وبصيغها بدلالة
معطياتها من خلال معادلة صانعي العدسات، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه أنا أخذت K. ف 1 over F اللي هو الإفكتيف مقلوب الإفكتيف فوكال لينث تساوي N minus 1 K1 اللي هي 1 على F1 زائد N ناقص 2 K2 اللي هي 1 على F2 ناقص L على F1 F2 وهاي بتصير بهذه الصورة. الآن حتى أنا أوجد الـ effective أو أحسن أو the best focal length فأنا لازم يعني أستخدم طريقة التفاضل اللي هي أنا بوجد المشتقة وبساويها بالصفر، دائما بوجد الـ optimum، تذكروا النقط القصوى أو النقاط القصوى أو أفضل حل أو يعني اللي أخذوا كلاسيكال واللي متذكرين مواد التوجيهي الكالكولوس الرياضيات القيم الفضلة كان دائما يصاحبها ذلك أو ترجمتها بالرياضيات من خلال إيجاد المشتقة بالنسبة للشيء اللي أو للعامل اللي ممكن يتسبب في تغييرها، وهذه المشتقة أنا بساويها بالصفر، وبالتالي أنا بدي أبحث عن مشتقة 1 over F حيث F اللي هي الـ effective focal length أو البعد البؤري الفعلي الفعال لنظام يتكون من عدستين بالنسبة لمعامل الانكسار، لأنه بؤرة العدسة تتغير بتغير معامل الانكسار الذي يتغير بتغير الأطوال الموجية. فبدي أنا أشتق بهذا الشكل العلاقة هاي آخر العلاقة 38 وأساويها بالصفر. الآن هذه العلاقة طبعا الأرقام هون المعادلات لا تلتفتوش إلها مش كثير مهمة، فمن هذه المعادلة بدي أشتق هذه المعادلة سوري بدي أشتق هذه المعادلة بالنسبة ل N، فمشتقة الحد الأول ببساطة هي K1، مشتقة الحد الثاني K2، ومشتقة الحد الأخير مرة ثانية مشتقة هذا الحد 2L في القوس N ناقص 1 في K1 K2 في مشتقة ما داخل القوس، فبيطلع معنا هيك. فهاي المشتقة كلها شو مالها بساويها بالصفر حتى أوجد الأوبتيمم، ومنها بطلع L، فL بتطلع إيش؟ متوسط البعد البؤري F1 زائد F2 متوسط البعد البؤري للعدستين. فأنا أعطيتكم يعني كيف إجت هون، مطلوب تفهموها فهم، أنا بهمني هاي النتيجة إنه حتى تتشكل أفضل صورة في الماجنيفاير المكون من عدستين لابد إنه تكون المسافة الفاصلة بينهم تساوي متوسط أبعادهم البؤرية، يعني عدسة بعدها البؤري 10 وعدسة الثانية بعدها البؤري 5 سنتيمتر، قديش المسافة الفاصلة بينهم؟ 15 على 2 يعني 7.5 سنتيمتر. هاي المسافة هي المسافة اللي بتعطينا أفضل صورة متشكلة للجسم المراد مشاهدته، بحيث يكون الابريشن أقل ما يمكن، بحيث يكون الزيغ أقل ما يمكن. والآن بنشوف هذا المثال، طبعا الأمثلة بناخذ نصها من سؤال حرفي، فهاي هايجنز آي بيس واحد من أنواع الماجنيفايرز، يعني أنا إذا جبته في الامتحان ببساطة بسميه الماجنيفاير. إذا هذا الماجنيفاير uses two lenses having focal length 6.25 و 2.5 سنتيمتر respectively، يعني العدسة الأولى F1 6.25 والعدسة الثانية F2 إلى 2.5. Determine their optimum separation in reducing chromatic aberration، يعني جد أفضل مسافة فاصلة بينهما لتقليل من الزيغ اللوني أو الزيغ البصري، هون بيسموه
اوبتيكال ابيريشن او زيغ لوني، لانه الالوان المختلفه لها اطوال موجيه مختلفه، لها معاملات انكسار مختلفه، تتسبب في التركيز او يعني التجمع عند بؤر مختلفه، لذلك بسموه كروماتيك ابيريشن او زيغ لوني، من كلمه الوان مختلفه بمعاملات انكسار مختلفه. فالمطلوب الاول بدنا نوجد الاوبتيمم ال، المطلوب الثاني find their equivalent focal length and their angular magnification when viewing an image at infinity. لاحظوا هون يعني بده ايانا نوجد البعد البؤري المكافئ للعدستين، بده ايانا نوجد الماجنيفيكيشن الانجولار ماجنيفيكيشن متى؟ اذا كانت الايمج مرئيه عند الانفينيتي. وبالتالي التطبيق مباشر على كل ما هو مطلوب. الاوبتيمم سيبريشن نص او متوسط البعد البؤري اف 1 زائد اف 2 على 2، 6.4 زائد 2.5 على 2 تطلع 4.375. البعد البؤري الفعلي او المكافئ نستخدم هذه العلاقه وبنعوض ال اللي وجدناها بالفرع الاول، فبتطلع مقلوب اف تساوي هذا المقدار، ومنها بنقلب الاجابه بتطلع 3.57%. فلاحظوا البعد البؤري المكافئ مش 6.4 ولا 2.5، تقريبا بينهم يعني 3.57%. الآن الانجولار ماجنيفيكيشن إذا كانت صورة يتم مشاهدتها على الانفينيتي نستخدم هذا القانون اللي هو بدون واحد تتذكروا، وإف وأنا بستخدم الإفكتيف فوكال لينكث اللي أوجدناه هنا فبيطلع 7. شو يعني 7؟ يعني الصورة اللي بيتم مشاهدتها أكبر بسبع مرات من الجسم، يعني إذا الجسم طوله 1 سنتيمتر الصورة بده يكون طولها 7 سنتيمتر. المثال اللي بعديه A magnifier is made of two thin plano-convex lenses. Plano-convex lens هي العدسة اللي محدبة من جهة ومستوية من جهة أخرى. محدبة من جهة ومستوية من جهة أخرى، بتقدروا أنتوا تدخلوا هذا النص على جوجل وتحطوا الإيمجز وتشوفوا كيف شكل البلانو كونفكس لينسز. الآن كل واحدة منهم من التو لينسز بعدها البؤري 3 سنتيمتر والمسافة الفاصلة بينهم 2.8 سنتيمتر. الآن هو أعطانا مسافة، ما حكى لنا عن الأوبتيمم ولكن أعطانا مسافة، فطالب جد البعد البؤري المكافئ بنستخدم هذه العلاقة وبنحط L اللي أعطانا إياه فبتطلع 2.81%. المطلوب الثاني find the magnifying power. فلاحظوا مرات بسميه الانجولار ماجنيفيكيشن مرات بسميها الماجنيفاينج باور، فمننا نتعود على يعني مصطلحات مختلفة لنفس الإشي حتى يعني ما يكون في عندنا لوبس في الامتحانات. فهون سماها الماجنيفاينج باور بالسؤال القبلي وبالشرح سماها أو سميناها الانجولار ماجنيفيكيشن. طبعا أنا بدي أحاول إني أوحد وأسميها إن شاء الله أتذكر وما يعني ما تخون الذاكرة، بحيث إنه نسميها تسمية موحدة اللي هي الانجولار ماجنيفيكيشن. عموما فالماجنيفاينج باور if image formed at the near point of the eye. فابتداء بحسب مقلوب البعد البؤري من خلال هذه العلاقة وبطلع F تساوي 2.81%، بعدين بستخدم الـ Angular Magnification بإضافة واحد لأنه الصورة متشكلة عند Near Point وبالتالي بتطلع بهذا الشكل. ممكن أنتوا تجربوا لو أنه ما حسبتوا الواحد كيف بتفرق، قديش بتفرق، جربوها ما بتخسروا شيء. إلى هنا ننهي هذه المحاضرة، نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.